أهلا أحبائنا مشاهدينا، نواصل حديثنا الشيق مع دكتور مكرم مشرقي، باحث طبعا في تاريخية الكتاب، وعم بكلمنا عن الحفريات، ورح ننتقل إلى النقوش في هاي الفترة، نقوش على قطع الفخار. أهلا وسهلا أخ مكرم مرة تانية، تفضل شاركنا. شكرا أستاذ. اللي بدنا نتابع فيه هو شيء، يعني كيف لاحظنا في اشياء كثيره مكتوبه او منعيدها باليوناني، لانه هذا الاسم العلمي لها اللي بنسميه الاستراكون، اللي هي قطع الفخار اللي يعني احنا حاطط فيها مثال لها. الفكره انه الفخار، يعني الفخار كان شيء غالي، مش رخيص، يعني مش انه انكسرت القطعه نزلتها، لا، فان كان انكسر الجره او شيء معين فكانوا يكتبوا عليها، فكانوا يستعملوها استعمال اضافي. لكن طريقه الكتابه ونوع الحبر وشكل الكتابه اللي موجود قدامنا بقولنا انه هذا واحده من القطع، مئات والاف القطع اللي مكتوبه بالقرن العاشر قبل الميلاد، وهي كمان مره بتاكد انه اللي هاجموا فيه الباحثين مش صحيح، لا بالعكس، في كتابة واضحة في القرن العاشر قبل الميلاد تهدم كتير نظريات كانت موجودة، لأنه اللي بيثبتها علم الآثار، مش أنا عم بقول لهم يعني كذابين أو بتفهموش، وإنما مجرد أنه العلم الآثار عم يكشف لي أشياء موجودة. في شغلات تانية كمان اللي هي احنا ممكن لوها على قصور او مباني، مثل النقش التالي اللي هو نقش بلعام، وهذا يعني بين القرن الثامن او التاسع قبل الميلاد. مثل ما انتم شايفين الخط يعني مش الأد واضح، مش مكسر شوي، ولكن له قصه جميله، هو يعني كمان بيلفت نظرنا للأشياء اللي وجدت في الكتاب المقدس. فسنة 67 باحثين من هولندا لقوا في معبد في تل درع الله في الأردن، قريب على وادي يبوق، إن كان في مشاهدين أردنيين بيعرفوا المنطقة، على هاي الجدران هذا المعبد لقوا حيط مدهون عليه كلس زي ما كيف كانوا يعملوا من زمان، وعليه مكتوب بحبر أسود وأحمر كتابات. الكتابة يعني مكتوبة بطريقة شعرية، كانوا يكتبوا الشعر كتير من زمان، ولكن حالته وضع النقش كتير كتير مش واضح، يعني سيء. ولكن الباحثين حاولوا أنهم هن يبحثوا ويحللوا، كشفوا بعض سطور. هاي الأسطر اللي كشفوها خلتنا نسميه هذا النقش اسمه نقش بلعام. النقش بذكر عن شخص اسمه بلعام بربعر. طبعا بلعام معروف عندنا، البار هي نفس الكلمة الآرامية اللي دخلت للعبري اللي هي بن، فإن كان منقول بلعام بن بعور، يعني هو ممكن يكون هذا الشخص اللي الساحر، هذا العراف اللي مكتوب عنه في سفر العدد إصحاح 22 و23 و24، وكيف انطلب منه انه يروح ويلعن شعب اسرائيل، وفي كل مره هو يروح والرب يقلب اللعنه لبركه، والملك زعل منه كثير، عشان هيك يعني ما عملش الشيء اللي بده اياه، لانه قال له شعب بنلعنش. لكن الشيء البارز في هذا النقش انه من الاشياء اللي قدرنا نقراها هي نبوات عن الهاويه، عن نهايه العالم، ما مش مفهوم بالضبط، حتى الكتابه او اللغه ممكن يكون فرع من اللغات الكنعانيه لانها قريبه، الارامي والكنعاني والعبري القديم كله كان يكتب في، والمؤابي والعموني كله كان يكتب باحرف قريبه على، ولكن الشيء البارز انه لما احنا بنقول انه في النهاية النبوات هاي يعني بتحكي عن نهاية العالم، خلينا نتذكر أنه في نهاية
إصحاح 24 من سفر العدد لما بيحكي عن نهاية آخر آخر إشي بيقوله بلعام، عمليا بيقول من اللعنات اللي بيقولها إنه مش عن إسرائيل، عن آخرين. بيقول ليكن قايين، لكن يكون قايين للدمار. بيقول كمان يحطم طرفي مؤاب. بيقول عماليق آخرته للهلاك. فممكن تكون هاي الفكرة اللي قالها بلعام عن مثل يعني لعنات عن شعوب اللي هي بعيدة عن الله، مثل يعني مؤاب وعمليق وقايين اللي هن يعني شعوب انفصلت عن شعب إسرائيل وعبدت آلهة تاني. والجدير بالذكر أخ مكرم أنه كانوا يستأجروا الأنبياء الكذبة طبعاً حتى يوجهوا لعنات ضد الدول، وهذا كان متعارف عليه في الحضارات القديمة، يعني يكتب أو يضع لعنات على بلد معين، وهذا ما حاول يعمله بلعام على إسرائيل، ولكن الرب حول اللعنة إلى بركة. صحيح صحيح، في كمية كبيرة من الكتابات المصرية اللي بنسميها كتابات اللعنات اللي بتذكر فيها كثير من الاماكن في بلادنا، ولكن احنا ما ذكرناهاش يعني مش ذاكرينها، بس هاي بالاضافه للي تفضلته انه يعني في كان اسلوب يمكن ادبي انه يعني منلعن الاخرين، فهذا كان مشهور في كتابات المصريه القديمه يلعن الشعوب، وذكروا بالفعل هن يلعنوا ذكروا كثير من الشعوب الاسرائيليه او من المدن الاسرائيليه.